التحديات، وان شاء الله يا ربي ديما تكلل كان بالنجاح. ان شاء الله زيدا قصة نجاح نحكيو عليها الان لسفيان عبد الكبير، مهاجر تونسي في فرنسا 7 سنوات وهو غاديكا في فرنسا يخدم على روحه باش يخدم وباش يرفع التحدي بشهادة تكوين مهني. اي الحكاية هكية، هي ماهيش سهلة، قد تبدو سهلة ولكن فما بعض التفاصيل اللي تقول وتخليك تقول اي انا نجحت، اي انا الحمد لله حققت خطوة الى الامام وتطورت. يقول هكا والا لا؟ سفيان مرحبا بك، اهلا وسهلا. كما مدام شنو حوالك؟ نقولوا نجحنا لباس الحمد لله وان شاء الله ربي يزيد يوفق اكثر. الحمد لله الحمد لله يا ربي الحمد لله الحمد لله. حكيت على انا وياك دردشنا شويه وقعدت معناها نسال فيك والكل، اكثر حاجه تجلب الانتباه الحقيقه سفيان في حكايتك اللي بشهاده تكوين مهني خدمت في تونس وثنيت الركبه في تونس الحقيقه، ما قعدتش معناها بطال ولا مجموعه اللي تقول ندبر خدمه، ومن بعد والحمد لله توفقت ووفقك ربي باش طلعت للخارج. احكي لنا حكايتك خويا. والله يا مدام فرشمو التكوين المهني نشكر العبد الكل معناتها اللي يخدموا في التكوين المهني نشكرهم برشا. ايه؟ واللي ما عندوش معناتها اختصاص ينجم يمشي للتكوين المهني يتخصص في معناتها كيفاش نقولها في مهنه معينه يده هو عينه فيها معناتها ينجم يمشي لها ان شاء الله. وفكرة تكون مهنية ملي أنا معناتها في القراية ما مشيتش معايا القراية برشا وقتها في 2015 اخترت باش نمشي تكوين مهني. إيه؟ خذيت سبيسياليتي تاع الشغل في الواد وعجبتني برشا سبيسياليتي واحد يكون في الحكاية هذه جيه معناتها جيه منه ونصيبه معناتها ينجم يكمل صحيته وخدمته وكل شيء. والحمد لله معناتها معايا بيان بيان بيان. ومش شرقية، البنعروس، الجربة، الجرجيس، الغيرها من الولايات اللي درت فيهم وخدمت فيهم وثنيت الركبة وما هيش سهلة الحكاية. وصلنا لفرنسا. أنا أصلي من الجنوب، قريت في سنتر القطاعي بالتكوين بالطاقة بجربة، بعد قريت في برسكا 4 سنين. ايه وعملت لي فورماسيون تاعي معناتها ستاج ولي فورماسيون عملتهم، عملت في تونس وعملت في جده. بون في فينغازان ما عندناش بلايص نتاع زي نقولوا لي زون دو سبيال وكل شيء، ما عندناش بلايص كبار كيما تونس وكيما الساق وكيما الحمامات سوسه. وليت وضحيت ومشيت عملت الستاج تاعي في تونس وعملت الستاج تاعي في جده ومن بعد اللي كملت القرايه ديريكت اللي تخدم في بنعروس بريود معناتها فك عميل في تونس. من بعد قلت سبحان الله واحد عنده طموحات وعنده برشا حكايات معناتها واحد يحب يوصلها واحد يجرب خرج لبرا لفرنسا كما الناس يقولوا الحمد لله معناتها الحمد لله خرجت برا وخرجت باوراقك سفيان باوراقك وهذه المعلومه المهمه وبشهاده التكوين المهني اللي هي فتحت لك افاق غاديكا. بيان سير خرجت بالشهاده تاعي وخرجت بالفيزا عملت مونتي فيزا أعطيني تفاي ديجا نخدم هنا في فرنسا في الدومين نتاعي في الكليماتيزاسيون برابور لتونس. بون الباز نتاع الصنعة نتاعي معناتها حتى لهنا في فرنسا على مام باز معناتها ما تغير حتى شيء، مي لهنا في فرنسا فما الإمكانيات الأخرى معناتها فما توجور فما دو نوفيل ماتريال فما تكنولوجيا أخرى قاعدة مشكلة في تونس. ولقيت انا هنا فرشمون مدام خير من برشا من تونس كصنعه نتاعنا معناتها خير من اللي في تونس. اي خدمه مريحه اكثر وربما حتى الخلاص اكثر هكا ولا اللي تحب تقوله؟ الخدمه لهنا الحق للامانه معناتها الوقت نتاعك تاخذه شهريتك ما شاء الله شهريه ممتازه على ضخم الباترون اللي تخدم معاه معناتها عندك حقوق معاه تاخذيهم معناتها ما عندك حتى دي بروبليم حاجه اخرى. وفي الـ في الـ في الـ الوقت الزايد معناتها تنجم عندك سوايع باش تكبريهم ولا حاجه تخلص فيهم
وخدمت في تونس تغيير نظام مش كما نحن كنا في تونس. اللي حبيت أنا نأكد عليه أنه شهادة التكوين المهني فتحت لك أفاق. نحب نشكرك بارشا سفيان على المداخلة متاعك معنا، وإن شاء الله يا ربي من نجاح النجاح، ونعود ناخذوك معنا ونعود بالحق نتفخروا ونفخروا بالكفاءات اللي كيفك في فرنسا. سفيان عبد الكبير تجربة 7 سنوات والمجال تفتح له والأفاق كانت بشهادة التكوين المهني. نشكرك بارشا برشا برشا، معك انتي نوصل لختام حصة اليوم من برنامج ريحة البلاد. مش خليكم